نعم. السلام عليكم. أشهد الله أن أحبك فيه يا شيخ. أحبك الله كما أحببتنا فيه. كما هو معلوم يا شيخ في علم المصطلح من الأحوال التي يعرف بها الناس كل نسوخ معرفة ولع المراوح الله من الحرب. نعم هنا يا شيخ أعيد السؤال. كما هو معلوم يا شيخ في علم المصطلح إيه يمشي من الأحوال التي يعرف بها الناس من المنسوخ معرفة التاريخ. أن الأحوال التي يعرف بها الناس من المنسوخ معرفة التاريخ. أن من شرط معرفة الناس حكم بالناس معرفة التاريخ. معرفة التاريخ كذا يا شيخ؟ بلى. فمن الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث شداد رضي الله عنه أفطر الحاجم والمحجوم في عمرة الفتح، أليس هو منسوخ بحديث ابن عباس عندما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ إيه. احتجم احتجم وهو محرم. اي ما يمكن هذا. ما هو لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما سافر في رمضان الا في غزوة الفتح ولم يصوم. والشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة تسمى حقيقة الصيام بين فيها هذا الحكم أتم بيان، فارجع إليه حقيقة الصيام. ثم هو في الواقع من مصلحة الإنسان، مصلحة الإنسان أن نقول إنه يفطر بالحجامة، لأننا إذا قلنا إنه يفطر بالحجامة لازم من ذلك أن تحرم الحجامة في صوم واجب إلا للضرورة، فإذا اضطر إليها وحجم صار من مصلحته أن نقول له أفطرت فكل واشرب حتى تسترد قوة بدنك. فهي في الحقيقة من حكمة الله عز وجل، أعني الحكم بأن الحجامة تفطر من حكمة الله عز وجل ورحمته بالصائم. لو قلنا لا تفطر ثم حجم ثم ضعف بدنه وانهار نقول خليك تبقى حتى تغرب الشمس. نعم.